نكمل آخر جزء بقى يخص الورك شيرينج، وهو حاجة اسمها ايه؟ كرييشن الورك سيتس. كرييشن الورك سيتس، طب ايه كرييشن الورك سيتس ده؟ بكل بساطة انا بلجأ للورك سيتس ليه؟ تعالى مثلا نمسح دول. ليه بلجأ للورك سيتس؟ عشان لو عايز اخفي او اظهر elements من نفس ايه؟ من نفس الكاتيجوريز. لو عايز اخفي او اظهر elements من نفس الكاتيجوريز، يعني ايه من نفس الكاتيجوريز؟ يعني لو دخلنا كده حاجة اسمها visibility graphics، فيو فيزيبيليتي جرافيكس، ده ببساطة الويندو الخاصة بالكاتيجوريز. كل دي حاجة اسمها كاتيجوريز، اللي تقسيمة الكاتيجوريز في الريفت. خلاص أي إليمنت في الريفت لازم بيخضع لكاتيجوري. طب أنا عايز أخفي الإليمنت ده مثلا، بعرف اسم الكاتيجوري بتاعه إيه، ومن اسم الكاتيجوري بعرف ده موديل كاتيجوريز ولا انوتيشن كاتيجوريز، بدخل على اسم الكاتيجوري بعمل عليه أنا تشيك، يبقى كده أنا خفيت الكاتيجوري. طب تعالى كده نجرب يعني ايه الكلام ده بقى. يعني تعالى مثلا نرسم كيبل تري كده، مثلا كده 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 كده، دي كيبل تري. عايز اخفي الكيبل تري والكيبل تري فيتنجز دي، هعمل ايه؟ هدخل فيزيبيليتي جرافيكس في في من الكيبورد، موديل كاتيجوريز، نيجي على كيبل تري فيتنجز وكيبل تريز، لما كليك اوكي هم فعلا ايه اختفوا. طب حلو جدا جدا، تعالى نعمل اندو عشان نظهرهم. طب انا عندي دي كيبل تري، وهرسم كيبل تري اصغر شويه، مش هتبقى كيبل تري بقى، ما هتبقى مثلا كيبل ترانك مثلا بتاعه فاير الارم كده كده. طيب انا دلوقتي في الكهرباء هيبقى في عندي بلانات مثلا للباور، وبلانات تانية مثلا يعني للفاير الارم. طب وبعدين المفروض كيبل تريز او شغل الفاير الارم ما يبانش في بلانز الباور، وشغل الباور ما يبانش في بلانز مين؟ الفاير الارم. طيب اعمل ايه لحل حاجه زي كده؟ هتقول لي انا هدخل فيزيبيليتي جرافيكس، هاجي على كيبل تريس فيتنجز وكيبل تريس، كليك اوكي. ايه اللي حصل؟ الاثنين ايه؟ الاثنين اختفوا. طب مش ده اللي انا عايزه؟ انا عايز انا هعمل اندو كنترول زد، انا عايز بس اظهر الكيبل تريس بتاعه السيستم اللي انا عايزه. طيب اصبح حل حاجه زي كده ايه؟ حل حاجه زي كده بكل بساطه هو الورك سيتس. حل حاجة زي كده بكل بساطة هو ايه؟ هو الورك سيتس. طيب في بداية الكلام مفيش حاجة اسمها ورك سيتس من غير انيبلنج الورك شيرنج، مفيش حاجة اسمها ورك سيتس من غير انيبلنج ايه؟ الورك شيرنج. فالورك سيتس هي مرتبطة تماما تماما بالورك شيرنج. طيب اعمل الورك سيتس ازاي؟ سهل جدا جدا. طيب قبل ما اعمل الورك سيتس، حد هيسألني طب اعمل كام ورك سيت؟ ثلاثة أربعة خمسة، اعملهم عددهم كام؟ إجابة سؤال زي ده الورك سيت إحنا هنخليها عشان نفهمها كويس سيستم أورينتد. يعني إيه سيستم أورينتد؟ يعني أنت عندك كام سيستم؟ عندي مثلا باور ولايتنج وفاير ألارم مثلا وسي سي تي في، دول أربعة سيستمز، يبقى مبدئيا كده دول أربعة كيبل تريز. أنا آسف، أربعة ورك سيتس. يبقى عندك أربعة سيستمز قصادهم على طول أربعة ورك سيتس. ليه؟ لأن إحنا مبدئيا هنخليها سيستم أورينتد. حلو قوي. اعمل بقى ورك سيت ازاي؟ انا هنا مثلا عايز اعمل اتنين ورك سيتس، واحده للباور وواحده لمين؟ للفاير الارم. واحده للباور وواحده للفاير الارم. طيب نيجي كده على كولابوريت ورك سيتس، ابتدى يفتح لنا ايه؟ الدايلوج بوكس بتاع الورك سيتس. طيب ايه دول؟ ايه شيرت ليفلز اند جريدز دي وورك سيت 1؟ جم منين؟ جم ان وانس ان احنا عملنا او فعلنا الورك شيرنج في الرافت، الرافت بيبتدي يعمل كرييشن لاول اتنين ديفولت ورك سيتس. الرافت بيبتدي يعمل كرييشن لاول اتنين ايه؟ ديفولت ورك سيتس. طب انا عايز اعمل واحده، عايز اعمل اتنين زياده، كليك نيو ونكتب على دي مثلا باور، نيو كمان مره نكتب على دي ايه؟ فاير، فاير الارم. يبقى دي اول ستيب اهو، كريتنا ايه؟ كليك يس هنا وهنفهم ايه الكلام ده دلوقتي. اول حاجه كريتنا ايه؟ الورك سيتس. طب ايه الورك سيتس دي؟ شبه اللايرز قوي. شبه ايه اللايرز؟ يعني ببتدي ارسم الاليمنتس بتاعتي او اعمل موديلنج للاليمنتس بتاعتي، وبعدين بختار الاليمنت واحطهم على الورك سيت بتاعتهم المظبوطه. دي طريقه. او الطريقه الثانيه ان انا بحدد الاكتيف ورك سيت زي بالظبط كده في الاوتوكاد الكرنت لاير. ايه اللي بيحصل لما بتحدد الكرنت لاير؟ اي اوبجكت بيترسم او بيتعمل له انسرشن بينزل على الكرنت لاير دي، زيها بالظبط في الريفت. الاكتيف ورك سيت، ايه هي الاكتيف ورك سيت؟ اي اليمنت هيبتدي يترسم بينزل على الاكتيف ورك سيت. يعني هنا مثلا اعرف منين طيب الاكتيف ورك سيت عندي؟ سهل جدا، بص اهو كولابوريت اكتيف ورك سيت، ادي اهو اسمها ايه؟ فاير الارم. حلو جدا جدا. طيب انا عايز احط مثلا الكيبل تري دي على الفاير الارم ورك سيت، هعمل ايه؟ طب
قبل ما اعمل كده عايز اعرف اصلا الورك سيت بتاعتها اسمها ايه، كليك عليها كده وبعدين نيجي هنا تحت في البروبرتيز تحت كلمه ورك سيت اسمها ايه، ورك سيت 1. طب انا عايز انقلها للفاير الارم او هختارها كده، وبعدين نيجي هنا قدام ورك سيت كليك، ادي الاثنين اللي احنا كريتناهم اهو فاير الارم وباور، تحطها كده على الفاير الارم. طب سؤال، لو انا رسمت كيبل تري دلوقتي هتنزل على ايه؟ الاجابه بكل بساطه هتنزل على الاكتف ورك سيت. ايه هي الاكتف ورك سيت؟ بص كده كولابوريت ورك سيت، ادي اهو الفاير الارم. ممتاز جدا جدا جدا. طب عايز انقل دي على باور، عايز اعرف الاول قبل ما انقلها هي على ورك سيت اسمها ايه، كلك على الاليمنت، بص في البروبرتيز قدام بروبرتي ورك سيت هتلاقي هنا ايه دي وسط ورك سيت 1. طب انا عايز انقلهم على باور، هاجي كده اهو ونيجي قدام ورك سيت كلك عليها واختار ايه باور. ممتاز حلو قوي. طيب نيجي بقى للغرض اصلا من عمل الورك سيتس، ايه هو ده؟ بلان مثلا بتاع باور، فانا عايز كيبل تريز الباور بس للباين، مش عايز بتاعه الفاير الارم. اعمل ايه؟ بص بقى الحركه دي، فيو فيزيبيليتي جرافيكس، مش بقى موديل كاتيجوريز. موديل كاتيجوريز لو عملنا ان تشيك على دول هنخفي كل الكيبل تريز، بس انا مش عايز اخفي كل الكيبل تريز، انا عايز اخفي كيبل تريز الفاير الارم. اهو هنرجع كده ورك سيتس، اهو دول الاثنين ورك سيتس اللي كريتناهم. عايز تخفي مين؟ كيبل تريز الفاير الارم. يبقى تيجي هنا تحت الفيزيبيليتي سيتنجز قدام كل قدام اسم الورك سيت كليك عليها وتكليك على ايه هايد، كليك على ايه هايد. بص كده لما نكليك اوكي ايه اللي حصل؟ الورك سيت بتاعه الفاير الارم بس هي اللي ايه اختفت وفضلت الباور، بالرغم من ان الاثنين ورك الاثنين من نفس الكاتيجوريز اللي هم الكيبل تريز والكيبل تري فيتنجز. تمام، يبقى احنا خفينا ايه؟ خفينا ورك سيتس بايه؟ بكل الاليمنتس اللي على الورك سيت دي. خفينا الورك سيت بكل الاليمنتس اللي على الورك سيت دي. طب هنعمل اندو، نخفي مين المره دي؟ تعالوا نخفي الباور. ازاي؟ في في ورك سيتس، بص الباور اهي كده كلك هنا هايد اوكي. ايه اللي يحصل؟ تختفي الورك سيت بتاعه الباور. طيب محتاجين ان احنا نقول ايه تاني في الحته دي؟ لو انا عندي كيبل تريز مرسومه في فيو تاني، هل ده اتطبق على الفيو التاني؟ هو الحقيقه لا. طيب لا ليه؟ لا لان اي حاجه بنعملها من تحت الدايلوج بوكس بتاع فيزيبيليتي جرافيكس اهو زي ما احنا شايفين، هي بنسميها ايه؟ فيو سبيسيفيك. بنسميها ايه؟ فيو سبيسيفيك. يعني ايه فيو سبيسيفيك؟ يعني بتتعمل لها ابلاينج على الفيو ده فقط. بص كده حتى هتلاقي اهو اسم الفيو مكتوب فوق في الدايلوج بوكس، اسم الفيو ماله مكتوب فوق في الدايلوج بوكس. لما كليك اوكي يبقى اي حاجه حضرتك هتعملها من خلال الفيزيبيليتي جرافيكس هي موجوده ايه في الفيو ده بس. بدليل ايه؟ لو انا رحت عملت 3 دي فيو دلوقتي هشوف كيبل تري واحده ولا هشوف اتنين كيبل تريز؟ الاجابه لا، هشوف اتنين كيبل تريز. ليه؟ لان احنا لما عاوزنا نخفي الباور كيبل تريز اللي على الورك سيت بتاعت الباور دخلنا الفيزيبيليتي جرافيكس ورك سيتس وجينا على باور عملنا هايد. حلو قوي. طول ما انت عملتها من تحت الفيزيبيليتي جرافيكس هي اتعملت في الفيو ايه ده فقط. بص لما كليك اوكي وعايز اعمل 3 دي فيو ازاي؟ تعال على فيو، ادي 3 دي فيو اهو، ادي الاثنين كيبل تريز. تمام. طب انا عايز اخفي من هنا بتاعت الفاير الارم، اعمل ايه؟ نفس اللي عملناه تاني، في في عشان افتح الفيزيبيليتي جرافيكس ورك سيتس ونيجي هنا على فاير الارم نكليك على ايه هايد اهو، كليك اوكي تختفي على طول. مين تختفي على طول؟ بتاعه الفاير الارم. فهمنا. يبقى مهم قوي نفهم ان لو انا عايز اخفي واظهر اليمنتس من على نفس الكاتيجوريز مش هتنفع الفيزيبيليتي جرافيكس. ليه؟ لان الفيزيبيليتي جرافيكس هتخفي الكاتيجوري ايه بالكامل، هتخفي الكاتيجوري بالكامل. طب حل مشكله زي دي ايه؟ حل مشكله زي دي هي استخدام الورك سيتس. طيب استخدام الورك سيتس، يبقى تخلي بالك من نقطه مهمه جدا جدا جدا، مش هينفع تستخدم ورك سيتس من غير ما تعمل انيبلنج للورك شيرنج. من غير ما تعمل انيبلنج للورك شيرنج، يبقى عشان يبقى فيه ورك سيتس لازم يبقى فيه ورك شيرنج. طيب ممتاز جدا جدا. طب انا عايز اعرف ايه الورك سيتس اللي موجوده عندي في الموديل؟ سهل قوي، كولابوريت كليك على ورك سيتس اهو، دي كل الورك سيتس اللي موجوده فين في الموديل، دول اربع ورك سيتس. طب احنا عملنا كرييشن الاثنين، الاثنين التانيين جم منين عشان نفتكر مع بعض؟ دول اتعملوا كرييتد باي ديفولت من الريفت وانس ان احنا عملنا انيبلنج للورك شيرنج. وانس ان احنا عملنا انيبلنج للورك ايه؟ للورك شيرنج. طيب انا شايف هنا حاجه في الدايلوج بوكس ده اسمها اونر وحاجه اسمها ايه؟ بورور. ها
حاجة اسمها اونر وحاجة اسمها بورور. مين الاونر ده؟ بكل بساطة الاونر ده هو اللي بيعمل كرييشن للورك سيت. اللي بيعمل ايه؟ كرييشن للورك سيت. طيب حلو قوي. ايه بقى عايزين نقوله في الحتة دي؟ غير مسموح لاي يوزر من اليوزرز ان هو يعدل في اي elements على الورك سيت اللي ليها ايه؟ اللي ليها اونر. يعني هنا مثلا انا عندي ورك سيت اسمها باور، مين الاونر بتاعها؟ اهو. يبقى اي حد تاني غير اليوزر ده ممنوع تماما ان هو يغير في اي element على الورك سيت دي. ممنوع ان هو يغير في اي element على ايه؟ على الورك سيت دي. طيب ممتاز جدا جدا. طيب هل ممنوع يعني ممنوع ما ينفعش خالص؟ لا. امال ايه؟ ان هو بيبتدي عشان يعدل بيبتدي يبعت حاجه اسمها ايه؟ editing request. بيبتدي يعمل حاجه اسمها editing request. ساعتها لما بيعمل editing request الريكوست ده بيروح للاونر، الاونر بيديله approval ان هو يعدل على الاليمنت. بس خدنا بالنا من الكلام، يعدل على ايه؟ يعدل على الاليمنت مش على الورك سيت، لان الورك سيت هي عليها elements كتير قوي. فالابروفل او الجرانتنج في الاديتنج ريكوست هو جه ان هو يعدل، او الابروفل ده جه عشان يعدل على element. طب ساعتها الدايلوج بوكس ده ايه اللي هيتغير فيه؟ هيتغير فيه ان للورك سيت دي الاونر بتاعها اهو زي ما هو، عمل ايه؟ جه يوزر تاني ابتدى بعت له اديتنج ريكوست واليوزر وافق. طيب ايه اللي هيحصل؟ هيجي اسم اليوزر التاني اللي هو اللي بعت الايديتنج ريكوست للاونر، اسمه يبتدي ينزل فين؟ يبتدي ينزل تحت البورور. اسمه يبتدي ينزل فين؟ يبتدي ينزل تحت البورور. ليه نزل تحت البورور؟ عشان كان عايز يعدل في اليمنت على ورك سيت، الورك سيت دي كان ليها اونر، فابتدى يبعت له ايه؟ اديتنج ريكوست. ابتدى يبعت له اديتنج ريكوست. طب بعت له اديتنج ريكوست والاونر وافق، ساعتها الابروفل ده بيبقى ابروفل مش على كل او مش على كامل الاليمنتس اللي على الورك سيت، لا ده بيبقى على سيرتن اليمنت. بيبقى على سيرتن اليمنت، ولما بيبقى على سيرتن اليمنت ساعتها اليوزر اللي بعت الايديتنج ريكوست ده وبعد ما تمت الموافقه عليه من خلال الاونر ابتدى اسمه ينزل تحت ايه؟ تحت البورور. يبقى ده الفرق ما بين كلمه ايه؟ كده يخلينا نفهم ايه هو الاونر وايه هو البورور. طب حلو قوي. لو جينا كده دوسنا اوكي هنا، وبعدين جينا هنا على لايتنج، تعال نشغل ان احنا نظهر الورك سيت بتاعه الباور اهو. خليها احسن ايه؟ يوز جلوبال سيتنج اهو. حلو قوي. طب انا عايز اتست انا حاطط الاليمنتس بتاعتي على الورك سيت الصح ولا لا؟ هنعرف حالا. هنا مثلا انا الاكتيف ورك سيت بتاعتي ايه؟ الفاير الارم. طيب يعني المفروض اي element موجود قدامي دلوقتي المفروض يبقى على الورك سيت بتاعه الفاير الارم. طب اعرف من ده ازاي واطمن من ده ازاي؟ بص هنا في حاجه اسمها ايه؟ جراي ان اكتف ورك سيت. لما يعني ايه جراي ان اكتف ورك سيت؟ يعني اي element محطوط على ورك سيت غير الاكتف ورك سيت خليه جراي. اي element محطوط على ورك سيت غير الاكتف ورك سيت خليه ايه؟ خليه جراي. بص كده لما هنعمل ايه؟ ادي جراي ان اكتف ورك سيت، كليك عليها. اه شايفين الفرق ما بين الاثنين؟ ده اسود اهو وده جراي. طب ليه ده اسود ولا ودي ده جراي؟ عشان ده محطوط على ورك سيت اسمها ايه؟ فاير الارم. بص لو بصينا هنا مين الاكتف ورك سيت؟ فاير الارم. طب ده على ورك سيت اسمها ايه؟ باور. مش هي الاكتف ورك سيت، امال اسمها ايه؟ ان اكتف ورك سيت. فعشان كده ده اصبح لونه ايه؟ ده اصبح لونه جراي. يعني ايه جراي؟ يعني محطوط على ورك سيت غير الورك سيت دي. طب انا ده هيفيدني في ايه؟ هقول لحضرتك. لو كانت الجراي element دي او الجراي كيبل تري دي كانت المفروض تتحط على الورك سيت بتاعت الفاير الارم، والفاير الارم هي الاكتف ورك سيت وحضرتك شايفها جراي، يبقى ده ايه؟ يبقى ده غلط. يبقى ده ايه؟ ده غلط. المفروض ان ده محطوط اتحط بالغلط على ورك سيت غير الاكتف ورك سيت او غير الورك سيت اللي المفروض يتحط عليها. طب انا عايز ينقله على الورك سيت بتاعت الفاير الارم، بفرض مثلا ان دي كيبل ترانك بتاعت فاير الارم، ساعتها هعمل ايه؟ اهو بصوا كده هختارها وننقله زي ما نقلنا اي حاجه ثانيه قد على ورك سيتس اهو فاير الارم. بص ايه اللي هيحصل؟ شايفين ايه اللي حصل؟ لونه رجع يبقى ايه؟ لونه رجع يبقى بلاك. بلاك ليه؟ لان هو محطوط على الاكتف ورك سيت. طب تعالى بص كده الكيبل التري دي لو جينا نقلناها مثلا على الورك سيت 1، شايفين لونها بقى ايه؟ بقى جراي. ليه لونها بقى جراي؟ لان هي على الانكتف ورك سيت. الايه؟ الانكتف ورك سيت. طب مين الاكتف ورك سيت؟ هي اسمها ايه؟ فاير الارم. طب حلو قوي. في طريقه ثانيه؟ اه في طريقه ثانيه. تعالى نكليك ثاني على جراي انكتف كده، كده بقى كله ايه؟
اسود. طب ده محطوط على ورك سيت اسمها ايه؟ ورك سيت 1. خلينا نحطه مثلا على الفاير الارم، ونيجي في ده مثلا خلينا نحطه على الباور. في طريقه ثانيه غير الجراي ان اكتب ورك سيت؟ اه، بصوا هنا تحت خالص في عندي حاجه اسمها ايه، ورك شيرنج ديسبلاي، مكتوب جنبها اوف، كليك عليها ونبتدي نكليك على ايه، ورك سيتس. اه يبتدي يعمل ايه، يبتدي يقول لك اه انا الورك سيت دي بتاعه الباور ده هيبقى اللون بتاعها، وبتاعه الفاير الارم ده اللون بتاعها. طب اعرف الالوان دي بترمز لايه منين؟ تعالى ندخل هنا تاني وندخل على ايه، ورك شير ديسبلاي سيتنجز، كليك عليها ونيجي هنا اهو على ورك سيتس. بص كده ده ترجمه اللي قدامنا اهو، الورك سيت اللي اسمها باور ده اللون بتاعها. يبقى لو انا عندي اي اليمنت المفروض يتحط على الورك سيت بتاعه الباور ولونه غير كده، يبقى ده فيه غلطه، يبقى ده لازم يتنقل على ورك سيت الباور او ده اللون بتاع الفاير الارم. طيب لو اي ورك سيت المفروض او اي اليمنت اسف المفروض يتحط على الورك سيت بتاعه الفاير الارم ولونه مش اللون الصيان ده، يبقى ده كده غلط، يبقى الاليمنت ده محتاج ان انا انقل الورك سيت بتاعته. بدليل بصوا كده، لو جيت نقلت مثلا ده، اخترت كده ورحت نقلته على الورك سيت بتاعه الفاير الارم، بص ايه اللي هيحصل، لونه هياخد نفس لون الورك سيت بتاعت الفاير الارم. طب لو خليت الاكتف ورك سيت مثلا باور وابتديت ارسم كيبل تريز ثانيه، شايفين لونها بقى ايه؟ لونها اخد لون كيبل تري الباور. يبقى دي برضو طريقه ثانيه اقدر اميز بيها ايه؟ اقدر اميز بيها الورك سيتس، انا حاطط الاليمنتس على الورك سيتس مظبوطه ولا لا. اخر حاجه عايز اقولها في حته الورك شيرنج ديسبلاي، وهي ان المنظر اللي قدامنا ده مش عشان الموديلنج وان انا الون بيه الكيبل تريز، لا، تلوين الكيبل تريز او تلوين الاليمنتس بشكل عام ليه طرق ثانيه. امال ده انا عامله عشان اميز مين الاليمنتس اللي محطوطه على ورك سيت المظبوطه ومين الاليمنتس اللي محطوطه على ورك سيت مش مظبوطه. طب ارجع تاني للموديلنج بلاتفورم ازاي؟ نيجي هنا نكليك على ده واجي على ايه؟ ورك شير، ورك شيرنج ديسبلاي اوف، كليك عليها اهو يرجع تاني ايه؟ كله اسود. طيب احنا قلنا لما دخلنا تحت كولابوريت ورك سيتس، اي ورك سيت ليها اونر ممنوع لاي يوزر تاني ان هو، او اي يوزر تاني غير الاونر ان هو يعدل الورك سيت دي، غير لما الورك سيت دي ما يبقاش ليها اونر. طب ازاي الورك سيتس ما يبقاش ليها اونر، او انا مثلا يوزر اهو انا كنت الاونر على الورك سيتس دي؟ طب ليه كنت الاونر على الورك سيتس دي؟ لان انا اللي عملت لهم كرييشن. طب انا مش عايز ابقى الاونر على الورك سيتس دي عشان ده اللي المفروض فعلا يصح ان هو يتعمل عشان بقيه اليوزرز يقدروا يشتغلوا. طب هنعمل ايه؟ بصوا كده لما كليك اوكي هنيجي على كولابوريت ريلينكش، او اخر امر في الورك شيرنج اسمه ايه؟ ريلينكش اول ماين، كولابوريت ريلينكش اول ماين، كليك على ريلينكش اول ماين. اه احنا ما عملناش سينكرونايز، نعمل سينكرونايز كده، وبعدين بص كده لما اعمل ريلينكش اول ماين اهو، لو دخلنا تحت ورك سيتس اه شايفين الفرق هنا، ما ايه، مفيش اونر لولا ورك سيت، مفيش اونر لولا ورك سيت. هتقولي طب تعالى انا عايز اعمل العكس، عايز ابقى انا اونر على ورك سيت، اعمل ايه؟ هنيجي هنا على الورك سيت واديتبل دي خليها ايه، يس، ساعتها اليوزر نيم ينزل تحت خانه الاونر. عايز الفاير الارم برضو هيجي كده خليها يس كده، الاونر برضو ينزل ايه قدام الورك سيت دي، كليك اوكي اوكي او يس كده خلاص. لو دخلت ورك سيتس تاني انت اونر على ايه؟ على اتنين ورك سيتس. طيب انا مش عايز ابقى الاونر مش على كل الورك سيتس، لو مش عايز تبقى الاونر على كل الورك سيتس بيبقى بريلينكش اول ماين. طب انا مش عايز ابقى الاونر على سيرتن ورك سيتس او على ورك سيتس محدده، يبقى هاجي على الورك سيت هعمل العكس، اديتبل دي اخليها ايه؟ نو no. ساعتها ايه؟ الاونر يتشير، كليك اوكي. طيب حلو جدا جدا، يبقى احنا كده اخدنا ايه بقى في اوامر الورك شيرنج؟ تعالوا نفتكر، سينكرونايز والسنترال بينقل الشغل من اللوكال فايل للسنترال موديل، ريلود ليتست او بقيه سينكرونايز والسنترال بينقل الشغل من اللوكال فايل للسنترال موديل، وبيجيب الشغل من السنترال موديل لللوكال فايل. تالت امر هو كمان بيعمل ايه؟ سيف لوكال فايل بيفور اند افتر ايه؟ سينكرونايزنج والسنترال. طيب اخر حاجه خالص بيعملها ايه كمان؟ بيعمل ريلينكش اول ماين. يبقى احنا كل الكوماندز بتاعه الورك شيرنج بتكمن او موجوده فين؟ موجوده في سينكرونايز والسنتر. طب ازاي؟ بص كده اهو، ده الباث بتاع السنتر مود زي ما اتفقنا، لما كليك على دي مكتوب ايه؟
after synchronizing يعني بعد ما تعمل synchronize with central relinquish the following work sets and elements. ايه ال work sets وال elements دي اللي هي ال user created. يعني ايه user created؟ يعني ال work set اللي حضرتك owner عليها. يعني بالمنظر اللي قدامنا ده synchronize with central هيعمل اربع حاجات. هينقل الشغل من اللوكال للسنترال، هيجيب الشغل من السنترال لللوكال، هيعمل سيف لللوكال فايل بيفور اند افتر سينكرونايزيشن والسنترال، وكمان هيعمل ايه؟ ريلينك. طب انا هدوس كانسل، تعال بص كده لو جيت على ورك ساتس وهاخد الاونر شيب لكل الورك ساتس دي كده 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 اهو. اوكي ماشي، بص كده لما ندخل ورك ساتس تاني اهو كل الورك ساتس ليها ايه؟ ليها اونر. طب انا مش هعمل لينكش اون ماين، امال هنعمل ايه؟ سينكرونايز والسنترال، اتاكد ان يوزر كرييتد ورك ساتس معمول عليها تشيك، وبعدين كليك اوكي. بص ايه اللي هيحصل لو دخلنا ورك ساتس، شايفين؟ يبقى اتعمل ايه؟ اتعمل لينكش اون ماين مع السينكرونايزيشن. مع ايه؟ مع السينكرونايزيشن. حلو جدا جدا. طب هو انا كل مره هعمل سينكرونايز والسنترال هكليك على دي وبعدين ابص على الاوبشنز دي وبعدين اكليك اوكي؟ لا، امال ايه؟ حضرتك هتيجي كده في الجزء اللي تحت من الامر وتقول له ايه؟ سينكرونايز ناو. بيعمل ايه سينكرونايز ناو؟ بيعمل سينكرونايز بيزد على السيتنجز اللي انت حددتها له في السينكرونايزيشن، بيزد على السيتنجز اللي احنا حددناها له ايه في السينكرونايزيشن. بكده يبقى احنا في الثري فيديوز دول خلصنا تماما كل اللي يخص الورك شيرنج. شكرا واشوفكم ان شاء الله على خير.